مشروع تمكين النساء من أجل الأمن الغذائي هو ينفذ بثلاث دول مختلفة، الأردن، تونس والسنغال. في الأردن في عنا مجموعتين، مجموعة بتعمل الإنتاج الغذائي اللي هو خضار مختلفة من خلال استضافتها بالبيوت البلاستيكية للزراعة المائية لدار أبو عبد الله، اللي بهم أسسوا هاي البيوت وبيشرفوا عليها. دار أبو عبد الله تبنت نظام الزراعة المائية لملائمته لمناطق مختلفة في الأردن، وفي طموحات عند دار أبو عبد الله لاستجابة للتغيرات المناخية اللي بتعاني منها المناطق. فبدأنا ندرس إمكانية نعمل الحصاد المائي من مياه الأمطار، لأنه في المناطق اللي بنشتغل فيها هذه الفرصة قائمة وممكن توفر كتير في كلف المياه وتوفر مياه، وهو الموضوع الأهم. بدأنا أيضا بالتعاقد على إنتاج سماد عضوي من مخلفات النباتية. نسعى لاعتماد الطاقة البديلة للمزارع، بالرغم من أنه المزارع لا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ككهرباء، ولكن بحكم أنه المشاريع عم تتوسع وعدد المزارع عم يزداد بحمد الله، فبدأنا أيضا بدراسة اعتماد الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المزارع. والمجموعة الثانية اللي شفتوها بالتصنيع الغذائي اللي صنع عود المكدوس والدبس الخروب ودبس العنب. إحسان ملكاوي أم بشار. طبعاً أنا بديت قصتي كنت متدربة مثل أي متدربة، أخذت دورة وتدربت على بعض المنتجات، وبعدها صرت أنا أصنع ببيتي وصرت أسوق للمحافظات. طبعاً دبس الخروب كنت أنا أول واحدة بالأردن بصنعه. طبعاً أنا بعد ما صرت أنتج إحنا هون أخذوني مدربة ودربت على هاي المنتجات، صرت أدرب، دربت 25 سيدة. إن شاء الله هسا بدي أطبق ببيتي هاي اللي أخذته هون في الجمعية وأحسن شوي من الأشياء اللي تعلمتها من المدربة. يعني بصراحة أنا كنت أشتري وتعلمت علشان أقدر إني أصنع وأنا أبيع وأعيل أسرتي. الهدف من المشروع ككل تمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا حتى يقدروا يكونوا مستقلات ويقدروا يصرفوا على حالهم، ويقدروا احنا الطموح طبعا بالمستقبل انه يصيروا قادرين انه يفتحوا بزنس ويقدروا يوظفوا سيدات اخريات. طبعا البرنامج ككل هو بإدارة مركز كوثر المرأة العربية للتدريب والأبحاث اللي مركزه تونس، وبدعم وتمويل من أكفند برنامج الخليج العربي للتنمية. جزء من البرنامج هو كمان تدريب على مهارات أخرى مثل دراسات الجدوى، التغليف، التعبئة، البراندينج، التسويق. هذا بيجي بعد التدريب العملي والتطبيقي على كيفية التصنيع وكيفية الإنتاج. استفدت من هاي الدورة إني أخذت خبرة أكثر، طورت من حالي أكثر، لأني أنا حابة أعمل بزنس خاص فيها، مشان أنا لأني أنا أرملة وبساعد، أنا عندي أيتام وبساعد فيه مشان أطور من حالي وأقدر يدر علي دخل أحسن.